انطلاقة موفقة. يلا زغاريت، انطلاقة موفقة بصراحة بطبيعة الحال، زعما داكشي ممتاز. هاد الفرقة مين اخويا؟ هشام عزي. هشام عزي فين؟ الزوا. الزوا هشام عزي. يعطيكم الصحة. تبوريضة الله الله العشاق الفرد. سبق له سبق له هذاك نورمالمون يطلقوا خطرة واحدة، ولكن هذاك كان سبق ما عرفش السبب. إذن هذه الصبار أشوقع أشوقع إذن انطلاقة السرباء باش يطلقوا البارود. بداية موفقة. الله الله غاشي في المستوى تبارك الله. إذن دائما كنحاولوا نبارطاجيو معكم الأجواء هنا في مدينة التوريرت باش ننقلوا لكم الأجواء. مالكم غير تبارطاجيو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد إن شاء الله مع لطيف القنوري. إذن حضور متميز من أبناء المنطقات الشرق، حضور بطبيعة الحال حضور متميز جميع الفرق السربات طبيعي. إذن انطلاقة موفقة، السربة راها جاية باش تطلق البارود في الاتجاه. هذه هي الاجواء ديال التبوريطة هنايا في مدينة التوريت. دائما كنحاولوا نوصل لكم الاحداث مباشرة. راه الله يسخر الله يسخر سيدي، حد موفق. الله اكبر. هاك داك راس. تبارك الله عليك. عشاق البارود يبان هنا في الكومونتير. إذن هذه هي الأجواء هنايا في مدينة التوريت. بطبيعة الحال الجو جميل جدا، الجو رائع، الجو في المستوى. انطلاقة موفقة. يلا زغاريت، انطلاقة موفقة بصراحة بطبيعة الحال، زعما داكشي ممتاز. هاد الفرقة مين اخويا؟ هشام عزي. هشام عزي فين؟ الزوا. الزوا هشام عزي. التربية الشرقاوية ديالنا.
اوه تبارك الله. هذا هي احسن شربه اللي كاين. هذا هي تبارك الله. Thank you.